لقد حققنا نمواً متميزاً منذ انطلاقتنا قبل بضع سنين، فقد قدمنا منتجات وخدمات أكثر لعملاء الجدد، أكثر مما تقدمه بعض الشركات طوال حياتها. نحن بنك بروة، أسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة نمواً في قطر. قلب واحد، نبض واحد، يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، بادروا للخير وارسموا البسمة، بادروا للخير وارسموا البسمة. أمل واحد، ألم واحد، أمل واحد، هذه أول خطوة، كونوا انتوا القدوة، هذه أول خطوة، كونوا انتوا القدوة في سبيل الخير بالكرم والنخوة، في سبيل الخير بالكرم والنخوة. عمل واحد، هدف واحد، الله، عمل واحد، هدف واحد، قلب واحد. ضيف نجوم قلب واحد في هذه السهرة الشيخ عبد العزيز بن جاسم، الذي يعتبر من الرواد في العمل التطوعي، ليتحدث لهم عن تجربته في سقطرة والتي بدأت منذ 14 عاما. عمل خيري طال عمرك. أول شيء احنا عملت مع الوالد الله يغفر له ويرحمه، عمري 8 سنوات، من السنة 58. كان في شمال السعودية معروفة عندهم موتة الحلال، قبائل شمال في شمال السعودية، هذه المناطق كان اتصالات قليلة وناس ناعية بادية، أنا متأكد ما كانت الحكومة تعرف عنهم في ذاك الوقت، ولا الحمد لله الخير واجد. الناس كانت تموت، وكان نجد والله بعض بيوت الشعر، الناس جالس بيت الشعر إذا شافك يركض يعزمك ويحلف عليك، وهم عنده شيء يقول أبوي خلنا نسمعه. إذا جينا بيت الشعر عنده نزلنا نلقى الضوء رماد رابطاً في غترته شوي قهوة، وكان يكسيهم، كان يحملهم جزاه الله خير من قطر، كان برد شديد عندهم، كان ذيك الأيام تعرف يبيعون البلطوات اللي عليها خيوط ونجوم مال الجيش الألماني مال غير، مغسول وفي بالات لا وركوت، وركوتات مال وركوتات نشتري منها، حتى النساء مساكين نعطيهم يلبسونها برد، ونشتري الملابس ذيك اليوم الطاقة خبر ب 18 ريال في 20 متر، فنجي مناطق الحريم يخجلون كان يقربون الرجال، فينزلوني عند القرية مثلا مناطق مثلا بعض ما لازم أذكر اسمها، يجون الحريم ينزلوني 30-40 طاقة علشان أنا صغير، ويجوني الحريم يقول حق الحريم صوتن عليهم عند الشايب، صوت عليهم بدوي من ربعهم، ويجون والله بعضهم مسكين ثيابهم الشكل، تنزل لك أصغر واحد الثياب ينزلوني عنده ويروحون عني هناك شوف يسوون قهوتهم، يقول له خلاص أشير علينا. هذه كلمة افتخر فيه وعلى راسي ما أنساها من الوالد الله يرحمه. أقول له يبا أشوفهم يحطون ثمان تذرع، أقول يبا تشسون ثمان تذرع، يقول لا يا الخميم، هذه افتخر فيه، يا الخميم لا تخليهم عرايا، حط 14 و15 اكرمهم، يعني
لا اني صغير ذراعي 8 ما يجي قدهم الله يغفر له. يقول حط لهم 15 احط لهم 15 يعني انت ذراعي 2 عن 1 يجي انا صغير وذراع وبضروسي ويجون الحريم يتجمعون عندي جزاهم الله خير اجوديات يقومون كم تذرع اقول كذا يزخون يقصون لي ويساعدوني ونقسمون على اللي اخلصوا شلوا اغراضهم من عندي كم وراكم كذا وياخذون من عندي كل ما خلص وهم طالعوني في سيارات وانا قاعد مسوي كهواتهم ريوقهم اشرت عليهم جاوا شالوني والحريم دبروا لملموا انفسهم ساكنين وراحوا وخذوا تساوي محطوطه عندي هم ساعدوني يعني اللي كل ياخذ على قده ما ياخذ زياده الناس الاول تعرف يعني كذا. من هذاك السنين وانا اعمل مع الوالد الحمد لله رب العالمين تطور العمل الى ان الوالد عنده اربطه من الايتام في مكه هو يكفلها. الوالد من النوع اللي ما ياخذ من اي حد فلوس دخله محدود بركه لا تصدق ما اقدر اتكلم خاف الناس يتكذبني بركه عمل الخير يعني والله نعم اقول بركه عمل الخير هذا شيء لا يصدق يعني اللي انا اشوفه يعني احنا قاعد نشوف الشيخ انه الشيخ عبد العزيز بن جاسم مهتم كثير في سقطرة شنو السر وشنو هي اللي خلى شنو اللي خلى الشيخ عبد العزيز بن جاسم يتجه الى سقطرة اليمن بشكل عام لكن بالتحديد سقطرة جزاك الله خير. اليمن انا جيت تقريبا حوالي يمكن حوالي سنه 2000 او تقريبا جيت زياره لما جيت زياره رايت حالات يعني رايت حالات صعبه يعني في اليمن واوضاع صعبه ومثل ما ذكرت لكم قبل اول امس بعض الحالات لا يعني لا استطيع اذكرها الان فرجعت وبعد رجعت مره ثانيه بدات اعمل في مجال الاعمال الخيريه استمريت فيه حوالي يمكن سنه او سنتين تقريبا فالاخوان جزاهم الله خير وزاره العمل الاجتماعي قال جزاك الله خير هذا عملك بدون يعني خلنا نعطيك ترخيص نجيب لا ما في داعي يعني الحمد لله اليمن جزاهم الله خير ما حد يسالك وبالعكس اللي يدعي لك وبالتوفيق وجزاكم الله خير جميل. فجاني جزاهم الله خير وعملنا مؤسسه سبل التنمويه الخيريه واخذنا ترخيص فيها لان طبعا نحن نزاول بهذا العمل حوالي 11 سنه ما شاء الله. طبعا اول ما بدات في عدن لان عدن طبعا احس ان كل الجمعيات او كل خيريه تنزل صنعاء يعني الناس ما تعرف تنزل صنعاء واذا نزل صنعاء صار عملها في صنعاء في مناطق منسيه يعني في الجنوب منسيه فبدانا في عدن عملنا في عدن بكفاله الايتام بغير بعدين ادخلنا جمعيات عندنا منها ضمن الجمعيات جمعيه الجمعيه النسويه جمعيه كتعاون جمعيه الطفوله لا من التعاون بينكم بينهم هم مخلينهم يشتغلون احنا نصرف عليهم نصرف على الايتام واللي من الايتام نرتبهم كانوا بلغونا الاخوان قالوا ان في يعني نساء جزاهم الله خير ماجرين لهم مكان في 13 طفل والان عجزانين عن اطعامهم رحنا لهم كلمونا العمل الاجتماعي وجدنا 13 طفل وغرفه صغيره في سريرين دبل وخزانه صغيره في اكياس صغار مربوطه والاطفال موجودين يعني من صغار لكذا دخلنا نشوف الطعام عندهم وجدنا حوالي 3 كيلو 4 كيلو طحين وفي كيس فيه فاصوليا وما عندهم شيء تولينا هذا الامر طبعا من نفس الليله جبناه احنا عملنا دائما سريع وجبناه الحمد لله خيرات الله من فضل الله سبحانه تولينا هذا الموضوع الحمد لله فضل من الله النساء ما شاء الله كان عليهم ما كانوا مذيع طبعا بعدها نقلناهم الى مقر كان مبني لمعهد النور معهد النور طبعا توليناه احنا عندنا فيه 95 اعمى و20 مدرس اعمى المبنى هذا كلمنا فيه وزاره العمل الاجتماعي اسكنناهم فيه الحمد لله وصل عندنا 85 طفل. رافق فريق الطيبين الشيخ عبد العزيز بن جاسم جولته التفقدية في حديبه وكان مشروع المجمع التعليمي محطتهم الاولى. احنا عندنا مؤسسة سبل التنموية الخيرية وايضا احنا الان قطع الخيرية كلفتنا ببعض مشاريع هنا فاحنا الان تكلمنا مع الجماعة في نقص في المدارس عندهم نقص شديد صراحة وطلبنا من عندهم هم ارض هذه معطين حدى دول الخليج صلى وانتهت المدة ما عملوا اي حاجة فيها فجزاهم الله خير جو سلمونا الارض من هنا الى المسجد كل هالارض هذه كل الارض هذه كلها المساحة الى هذا كله الى الشارع العام والان خلاص هم حطوا الاحداثيات طبعا بيحطون الاحداثيات هذه احنا ان شاء الله عزمنا فيه نعمل فيه مدرسه ثلاث مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي كذلك نعمل رياض اطفال روتين الاطفال احنا عندنا روضه الاطفال سابقا وجدنا من رياض الاطفال نعرف عن حاله اهاليهم يجين الطفل عليه انعال ما عنده انعال كيف ملابسه نعرف هذه ثاني شيء نحن الاطفال هذا اللي نلمهم في رياض الاطفال نعرف عن صحتهم نقدر نخلي طبيب باستمرار يزورهم في رياض الأطفال يتابعهم في بيوتهم يتابع حالة أهلهم أيضا في الحالة نحن أشركنا أهلهم
معاهم في الامر، يعني اصبحنا من الطفل هذا توصلنا الى اهله. جميل. عرفنا كيف حالته في البيت، ايش اللي عنده، ايش حتى فرشه ملابسه ايش عنده، بعدين نتوصل من هالاطفال الى اهل الاطفال. نعم. فاحنا راح نعمل ان شاء الله بمشيئه الله ان الله ييسر، احنا نشوف متبرعين او هالخير وكذا. نعم. يكون في روضتين اطفال وثلاث مدارس. روضتين اطفال وثلاث مدارس. نعم. وراح تسوون صيانه وكذلك نعمل صيانه لهذه المدارس. أيوه. بمشيئه الله ايضا محتاجه صيانه، فتكون مجمع تعليمي متكامل جنب بعضها، والمسجد جنبهم الحمد لله ايضا في محل تدريس قرآن وكذا، فيكون مجمع متكامل فيه. قلب واحد نبض واحد، قلب واحد نبض واحد. بخصوص التشغيل طبعا المدرسين والمدرسين في موجودين في وزارة التربية والتعليم اليمنية، بيكون بيننا وبينهم تنسيق، إذا في عندهم نقص ومحتاجين إحنا مستعدين نساعدهم. طبعا بتكون المدارس مفروشة ومؤثثة كلها جاهزة، يعني بكل حتى الأدوات التعليمية كلها بتكون متواجد كلها في المدارس إن شاء الله، مع توصيل الكهرباء مع التكييفات اللي محتاجين تكييف وكذا. يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، بادروا للخير وارسموا البسمة. انتقل فريق الطيبين مع الشيخ عبد العزيز بن جاسم إلى الساحة العامة. حبنا نهديكم قلبنا يفديكم، حبنا نهديكم قلبنا يفديكم، ابذلوا للغير ربنا يجزيكم، ابذلوا للغير ربنا يجزيكم. نبض واحد. كل يوم احنا عندنا مشيئة الله تدشين مشروع صرف الأدوية للصرع، هذا الصرع في حوالي كان عندنا 450 معاق، منهم حوالي 120 مصابين بأمراض الصرع، فأرسلنا قبل حوالي شهر ونص أو شهرين الطب جزاهم الله خير مخيم طبي، وجاءوا فحصوا كل الموجودين وجدوا أن في منهم 97 يحتاجون لعلاج الصرع، فسجلونا بوبونا كل الأسامي مع كيف استخدام الأدوية، والله الحمد شحنت هذه الأدوية ووصلت الآن الأدوية، راح نعطيهم لثلاثة شهور على أساس أن في رياح مرياح جاية وبعدهم تكون متواصلين معه، بعد ما تفتح الصيدلية لهم إن شاء الله في المركز القطري، مركز التشخيص القطري، في بيكون في صيدلية يصرف لهم علاجات بمشيئة الله. وأيضا في عندنا اليوم مستحقات أيتام راح توزع اليوم، وعندنا مستحقات معاقين راح توزع اليوم بمشيئة الله. هذه التدشين وسبق نوزع على قبلهم حوالي يمكن 1400. كم عدد الأرامل؟ الأرامل أيضا عندنا أرامل حوالي 500 الآن، الأرامل إحنا حاسبين 2000 لكن الآن وصلنا حوالي 500 منهم بدون أسرهم، ما نحسب خواتهم وخواتهم، ولا يصلوا إلى عدد أكبر الأرامل. هذا أخي هذا أخي هذا أخي هذا أخي هذا أخي، ذاك الذي فقد الحنان وغبى عنه الوالدان، ذاك الذي فقد الحنان وغبى عنه الوالدان، وتبدلت أفراحه وتخطفت. أنت رئيس جمعية كل المعاقين مسجلين، في ذمتك أي معاق لازم تبلغ إن شاء الله. إحنا ما نعلم عن كل المعاقين، إحنا عملنا مسح قسمنا الجزيرة إلى مربعات، مسكنا الشباب في كل مربع مجموعة من الشباب وما قصروا كثر الله خيرهم، العدد اللي جابوه كبير، ولكن إذا في أشخاص عندكم معاقين ما تم تسجيلهم سجلوهم لنا في ورقة وقولوا هذول ما تم، إحنا من عيوننا نحن نسجلهم أبداً. حاضر حاضر، ذمتنا شيء بذمتكم أنتم. حاضرين. أنا مسلم وعقيدتي فيها التراحم والإخاء، وبها من الخيرات ما يشفي صدور الأشقياء، فاستعصموا بالله والتجئوا إلى رب السماء، كونوا سواسية ولا تتفرقوا، كونوا بنا. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع قم بزيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الخط الساخن، ويمكنكم التبرع عن طريق إرسال رسالة نصية برمز فريقك المفضل، فريق الشجردية الرمز 1، الفريق السعيد الرمز 2، فريق الطيبين الرمز 4.
على الأرقام التالية. احنا عندنا نظام، احنا عندنا نظام اليتيم بثلاثين ريال، كان الأرملة بثلاثين ريال نكفل البيت كله كامل. كنا نجمع من ثلاثة شهور نشتري مواد غذائية اللي تكفيهم بزيادة، كل المواد الغذائية تماما. احنا ما نصرف فلوس، نصرف مواد غذائية على أساس إنسان ما يكون نعطيهم فلوس يصرفه ولد أو يصرفه كذا. مواد الغذائية نتابعهم بين فترات، نجي نشيك عليهم بعد شهر هل بيع شيء أو ما جاء منها. فعندنا رقابة في كل قرى، في عندنا مراقب يجيهم يشوفهم ما شيء باع منها. احتاجوا لعلاج يرفعون السماعة يتصلون، عندهم أرقام المتطوعين ورقمي عندهم كردي، يتصلون بيطلع لهم يودون علاج مدارس كتب غير هذه. هذه عندنا بند آخر، احنا ما ناخذ على اليتيم ولا ريال في الجمعية. الجمعية احنا نصرف عليها من عندنا، موظفينها سيارات كلها عملنا تذاكرنا من ضيافاتنا كل شيء من علينا، احنا ما ناخذ من أي مبلغ. فعندنا كفالة الأيتام بثلاثين ريال. الرزق يجيك شيء غير لا تحتسب، مثل ما تكلمتك عن الوالد احنا ما مكفوه. جميل. اللي كلمك عنه الدكتور مساعد، دكتور اسمه جميل عطا، بطلع لك عن الخط هذه. دكتور جميل عطا افضل دكتور، اكبر طبيب في السعوديه، مستشار في السعودي الالماني، مستشار في جامعه الملك عبد العزيز. هذا الرجل جزاه الله خير كل ما فرغ نفسه جاء يعمل عمليه قلب في اليمن. الرجل هذا كلمني عن محمد باشعيب في حضرموت، رجل عنده برنامج القلب ايضا واشتغل فيه جزاه الله خير ويجيب بدي. قال لي عبد العزيز عطى بيروح الى حضرموت، عندنا 30 عمليه. قلت ايش المطلوب؟ قال المطلوب محتاج 300,000، لان محتاجين تعرف الاطفال نحن من العمليات نحتاج دعامات، نحتاج صمامات قلب كثير نحتاجها وهذه مكلفه. قال لي في صمامات في دعامات كذا. قلت له زين توكل على الله. قال الله يجزاك بالخير. طرفت له مره ثانيه قلت ليش جزاك الله خير؟ قال فلوس عندك مو عندي، الفلوس عند رب الفلوس. ولكن الرجال اذا صادق ونيته مع الله صادقه يا اخي يركب الطياره ويروح، ما له شغل بالفلوس، احنا هذا اللي فهمناه في العمل الخيري. قال لي حتى تذاكر عندك. قلت له حتى تذاكر دي. المهم شفت تردد، قلت يا اخي انا في مكه واليوم جمعه، جيب الرجال صلي عندي العشاء. جاب صلى معي العشاء، طلعت مع الهلتون قلت تعال تعشى، جلس معه. يا عبد العزيز عطى جزاك الله، ورجل في خير في دين. انت اسالك بالله في بيت الله، هل انت جاد رب العزة على بنيتي ونيتك؟ والله معكم أينما كنتم. صحيح. هل أنت جاد؟ قال أعوذ بالله أنا جاد. قلت قول لي عيدها. قال خلق توكل على الله. قال لي فلوس. قلت ترك الفلوس، فلوس عند رب الفلوس، عليك أنت تقول عندي نية وتمشي. هذا العمل إنساني، إذاك جاد صح ما الله يخيبك ونيتك صادقة مع الله. زين اطلع. قال لي ما عندي تذاكر. قلت له ما يحتاج تذاكر، اطلع المطار. روح مطار. آخر ما بالرجال يقوم من عندي، قال لي والله عبد العزيز تعلمني أشياء ما تعلمناها، لكن اللهم إني عليك توكلت. قلت بس هذه اللي أدورها أنا، غير الفلوس ترك الفلوس. مشى من عندي. قلت له أنا بكرة رايح الرياض العصر. قال لي أنا بعد بروح الرياض. قلت له الله يسر أمرك، روح المطار وركب طيارة وروح. وأنا طالع العصر نازل، شل التليفون يكلمني. قال لي عبد العزيز آمنت بالله لو تقول لي ارم نفسك من عمارة رمت. قلت خير. قال لي تفضل معنا سافر على الرياض، بروح على طيارة خاصة. قلت الله أكبر، أمس وعدك تذكرة كان طيارة خاصة، إيش صار في الموضوع؟ الله أكبر. قال لي وعندي قصص كثيرة يعني. قال لي رجعنا مهمومين، فقال لي اللي معاي باشعيب أمر ميلة سفلان حضرمي في جدة نتقهوى عنده. يقول أنا كنت مهموم بس. قلت له شوفني أنت مهموم لكنك متكل على الله صحيح، أنا اللي أنت يقنت. قال لي والله متكل. خلاص جلسني. قلت قهوينا. يقول قلنا، قال إيش بلا؟ قلت والله جاي من رجال كذا كذا جزاه الله خير، ولكن يقول ولكن إحنا توكلين على الله. دخل الرجال رجع له قال كم تبون فلوس؟ دخل أخضر بتليفون. قال ها 300,000 بس احنا مسافرين الرياض بكره. قال له زين. دخل شوي طلع قال يقول لك الله يجزاه بالخير، عبد الله بوكشان باكر طالع الرياض العصر طياره خاصه، تعال معاه والفلوس جاهزه معاه. جماعه الخير هذا اعطيكم قضيه واحده، قضايا والله العلي العظيم ما تصدق. انا جيت سقطره قلت لهم اقفلوا كلن، والله ما عندي لها ريال. الحمد لله احنا نوزع عليهم. اترك العمل الخيري انك تبغي منه فلوس ما فلوس. لذلك المصادر، انا قلت لك فاتح المؤسسه ب 20,000 ريال، انا عندي 16,000 يتيم. في 2010 عاملين 32,000 حاله مياه بيضاء، نظارات، كل شيء. ولا 10 سنين ما انا بتكلم في الاعلام. يعني الان احنا تكلمنا في الاعلام. كان عندي اكبر مخيم عمل باليمن 10,127، عملنا فيه 1000 وشيء عمليا، صرفنا فيه 3,000 نظاره. والله العلي العظيم انك تدخل انسان. عندنا متطوعين حوالي 200 بنات، ما في بنات صغارها اللي يدخلون النساء الحمامات. نعمل الصبح 60 عمليه مياه بيضاء للرجال، 50 عمليه كل يوم 110. عندنا ستاف عندنا 42.
دول نرقدهم الآن الصباح الرجال الساعة 4 نطلعهم في كل عيونهم ولا واحد عينه حمراء. الله. عندنا ناس سافروا لندن شهرين يأون عينهم حمر ولابسين نظارات سود. بركة. قلت أخي جيت معي طلعت معي اليمن أردك صاحي. بركة أبو جاسم. زين والله ما في حد منهم ما عدا واحد لسان بذي وسب وصرف الليل راح مساعد هلا جان عيونه حمر. حول قوة الله. هذا أذكره بكمل لك. هذا الآن ندخله أعمى نسلم الكارت وفي لينات الشكل هذا الجسم يزحفون شياب عظامه يجيبونهم في عربانه من 30 كيلو ما أكل من أمس الحمد لله رب العالمين إحنا ننظم له 3000 وجبة فطور 3000 غدا 3000 شاهي وعصائر العصر 3000 عشاء من فضل الله وخيره. عندنا 200 متطوع 60 بنت 140 اللي وزعون المياه حوالي 20 يعني مخيمات تشوف العالم بشر وبرويك يا هذه كلهم الحمد لله ما حصل دخله أعمى تقوده مياه بيضة تطلع شلون له يسجد يبكي ما نبي يبكي لأن على أساس تونا عاملين العملية يبكي ويدعي يشهق يا أخي هذا بس واحد يكفيك تشوفه الله. تحس بالسعادة أبغي اللي عندهم أموال يشوفون يجربون تحس بالسعادة الدنيا كأنك ملكت الدنيا ببكاء واحد الله. من كيف طلع 1200 بهذا الحال كلهم الحريم نعملهم العواجيز الصبح نفتح لهم يفطرون خلاص بعد الصبح ينرقدونهم في الليل من العصر الصباح نمشيهم ساعة 8 يبكون مو مصدقين أكبر من هذه نظارات كم قيمتها والله العلي العظيم أنك تبكي مو بتبكي تنشل جسمك لما شايب تعطيه نظارة شياب كل مقعود وإذا كلمت واحد منهم حكم وحديث وعنده كل شيء الدنيا جارت عليه بس هو الرجال رجل طلب. اسمعني بس بكمل لنتي فلما يلبس النظارة اللي يوجعك لما يلبس النظارة قراطيس يعطونه يشهق بفلان بفلان أبشرك بقرأ القرآن الله. والله يجمع خينك تنشل الله أكبر على مبلغ بسيط وزع 3000 نظارة خلصنا المخيم بدينا مخيم ثاني بعده في عمران وكان مشاكل عمران تعرف جنب اللي عملنا 8300 خلصنا منه بدأنا طوالي مخيم في تعز كانت أمطار شديدة ما كان عندنا 5000 ثلاثة لحج أبين الضالع وإحنا مخيمات خلصنا 32000 ألم واحد أمل واحد عمل واحد هدف واحد. لقد حققنا نمواً متميزاً منذ انطلاقتنا قبل بضع سنين فقد قدمنا منتجات وخدمات أكثر لعملاء الجدد أكثر مما تقدمه بعض الشركات طوال حياتها نحن بنك بروة أسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة نمواً في قطر. رباه جئتك والذنوب عظيمة لكن عفوك بالمقابل أعظم رباه جئتك والذنوب عظيمة لكن عفوك بالمقابل أعظم وأتيت بيتك كي أمرغ جبهتي
في طهره وأنا الفقير المعدم أدعو ودمع العين أدعو ودمع العين يسبق دعوتي خوفا من النار خوفا من النار التي لا ترحم فهناك ميزان فهناك ميزان لكل خطيئة كتبت وربك عالم لا يظلم فاغفر ذنوبي إنني في حاجة فاغفر ذنوبي إنني في حاجة حقا لعفوك أنت أنت الأكرم هذا رجائي هذا رجائي هذا رجائي ليس لي من حاجة إلا رضاك إلا رضاك وذاك عندي المغنام رباه 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 جئتك والذنوب عظيمة لكن عفوك بالمقابل أعظم. بدأت رحلة الفريق السعيد بشراء محرك لقارب العم سعيد المتوقف إلى جانب المسجد الكبير منذ أشهر. أربعة شال الجمل والجمل ما شاء الله السلام عليكم الحجي كيف الحال قلب واحد نبض واحد قلب واحد نبض واحد السلام عليكم السلام كيف الحال خير يا عم سعد المكينة جاهزة الحمد لله الله يعينكم انت جاهز جاهز ها جاهز مبسوط مبسوط الحمد لله يلا بنروح البحر بنروح البحر ان شاء الله إن شاء الله بنصيد سمك إن شاء الله يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة بادروا للخير وارسموا البسمة بادروا للخير وارسموا البسمة الحمد لله فرحان الله يحفظكم فرحان فرحان الحمد لله فرحان الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. الله يبارك فيكم كم سنة هذا عاطل؟ عاطل الحين قدام أكثر أكثر زمان 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 يعني يوم مات علينا أخواننا أخوانا أيوه أنا واقف زين ما عندك مصدر رزق إلا هذا؟ ماشي بس لا هذا؟ لا مش لا راتب معي ولا أي حاجة كم عندك من الأبناء؟ أبناء سبع أنفار سبع أنفار سبع عيال كلهم في سقطرة ولا في حد في اليمن؟ لا لا هنا هنا كلهم هنا؟ كلهم هنا يشتغلون ولا ما يشتغلون؟ ما يشتغلوا عيال صغار قام ناصر الخليفي بتركيب المحرك للقارب أما محمد سعدون وناصر لوبير كان يشغلهم الخلاف على من يمتلك خطا أجمل للكتابة على القارب هذا محمد سعدون الكواري سلقنا في الشمس لمدة نص ساعة يكتب ما عرفنا على محلل كاتب رياضي كل شيء رسام خطاط كل شيء ما كل الجو علينا إلا يكتب إلا يكتب شوف نص ساعة عرقنا وحالتنا حاله وملابسنا توسخت هو نص ساعة هذا ما ياخذ خمس دقائق حبنا نهديكم قلبنا يفديكم حبنا نهديكم قلبنا يفديكم بذلولي حان الآن موعد إنزال القارب إلى البحر بذلول الغير
ربنا يجزيكم. نبض واحد، قلم واحد. مفاجأة محزنة صراحة ان المكينة ما اشتغلت، صار لنا 5 دقائق نحاول. احنا هدفنا الرئيسي اسعاد العم سعد، لكن ظهرنا الامور مشت يعني على عكس ما توقعنا وتمنينا. المكينة ما اشتغلت، يا انها خربانة، يا ان فيها مشكلة، يا ان لازم نرجعها ونشتري واحدة ثانية حق العم سعد. والله محمد حنا نقدم الخيرة في كل امر. ايوه اكبر يا مسالم. بعد عدة محاولات بدأ المحرك بالعمل لينطلق العم سعد برفقة الفريق السعيد في رحلتهم البحرية. لا تزيد ولا تعيد لها إلا السعيد. النجينا قطران خل الحد. الله أكبر. لا تزيد ولا تعيد لها إلا السعيد. عاش عمر. قطره نخل الحزن عيد. لا تزيد ولا تعيد ما لها الا السعيد. في اثناء الرحله اخبر العم سعد الفريق السعيد عن تاريخ اللؤلؤ السقطري، ويقول ان كان في مئات يمكن الاف من اهل هذه الجزيره كانوا عايشين في هذه الجزيره في فتره او حقبه صيد اللؤلؤ قبل اكثر من 70 سنة من الان، وانهم كانوا ياتون خصيصا لهذه المنطقه لصيد افضل انواع اللؤلؤ في الخليج. ثم بسبب يعني تغير الظروف، بسبب يعني استخراج اللؤلؤ الصناعي قل الاقبال على اللؤلؤ الطبيعي، وبالتالي رحلت كل هذه الاعداد من السقطريين الى مناطق مختلفه من الخليج، الى عمان، الى الامارات، الى قطر، الى حتى السعوديه. لكن جزء كبير منهم بقى اهله في هذه الجزيره، واصبحوا يرسلون سيارات، يرسلون الأموال، يتبرعون لمشاريع مختلفة لهذه الجزيرة، وبالتالي بقى التواصل بين السقطريين في مختلف دول الخليج والسقطريين في هذه الجزيرة. قلب واحد نبض واحد، قلب واحد نبض واحد. العم سعد الآن قال لنا معلومة مهمة، أن هذه الأداة اليدوية اللي يعني هو صنعها بنفسه كان يشتغل عليها، وبالتالي كان يجدف فيها وما يقدر يروح بعيد. ما يقدر يروح بعيد. مع القرقور فقط، هذا كان عمله ويرجع، ما يقدر يروح بعيد. نوعية السمك اللي يصطادها صغيرة صح؟ أصغر. لم تنتهي الرحلة البحرية قبل أن يفاجئ العم الفريق بأخذهم إلى المنطقة التي رمى بها شبك الصيد في آخر مرة ذهب بها ليصطاد. يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، بادروا للخير وارسموا البسمة. بادروا للخير وارسموا البسمة. أمل واحد، أمل واحد. وجد العم سعد مجموعة من الأسماك في الشبك، أخذ منه السمك الكبير وأعاد السمك الصغير إلى البحر. أول خطوة كونوا أنتوا القدوة، هذه أول خطوة كونوا أنتوا القدوة في سبيل الخير. ذهب العم سعد لرمي شبك الصيد في مكان آخر ليعود إليه بعد حين. حبنا نهديكم، قلبنا يفديكم، حبنا نهديكم، قلبنا يفديكم، ابذلوا للغير ربنا يجزيكم، ابذلوا للغير ربنا يجزيكم. مجددا توقف محرك القارب. يا جماعة أنا صراحة أشوف أن في مشكلة. إحنا فريق، بالإضافة إلى أن إحنا مش معروفين بالسعادة، معروفين بالمصداقية، وأنا أشوف أن المكينة فيها مشكلة. إحنا طلعنا عشان نجرب، ما طلعنا عشان نصيد، لكن فاجأنا الله يجزي خير ويبارك فيها الرجال الطيب أن أهدانا السمك وإحنا ما ندري. لكن الآن دام أن المكينة ما اشتغلت ووقفت علينا، أنا أقول أن في مشكلة لازم نرجعها. الرجال إن شاء الله أنه صادق ونيته طيبة، ولكن يا ابو مبارك أنت أبوها وقول لنا صح اللي قاعد أقوله ولا لا. لا صحيح الكلام، وإحنا متفقين وياه أن ناخذ المكينة شغالة، وهو جزاه الله خير من ركبناه وشغلناه ومشينا رحنا ويا العم سعد. لكن فيه شوي الكربيتر يبيله تنظيف،
الشفاط الفلتر هذه يبي لها تنظيف. فاحنا الحين بنرجعها حق الريال خليه ينظف الكربيتر لانه من الوقفه من زمان ما اشتغلت. خليه يرجعه وينظف الكربيتر ينظف الفلاتر اللي فيها علشان اني ونجربها ويجربها العم سعد هني نقول له تفضل هاي فلوسك والله يبارك لكم. وطبعا احنا ودنا نوصل بس رساله للمشاهدين ان احنا ليش ما شرينا جديده؟ لان ما توجد في الجزيره جديده. لو في بالجزيره كان على طول اول خيار لنا الجديده. ما شاء الله. لحسن الحظ هناك قارب اخر صادفهم بطريق عودته من رحله الصيد، انتقلوا اليه واعادهم الى الشاطئ. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع قم بزيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الخط الساخن، ويمكنكم التبرع عن طريق إرسال رسالة نصية برمز فريقك المفضل. فريق الشجردية الرمز 1، الفريق السعيد الرمز 2، فريق الطيبين الرمز 4، على الأرقام التالية. عمل واحد هدف واحد. لقد حققنا نمواً متميزاً منذ انطلاقتنا قبل بضع سنين، فقد قدمنا منتجات وخدمات أكثر لعملاء الجدد أكثر مما تقدمه بعض الشركات طوال حياتها. نحن بنك بروة، أسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة نمواً في قطر. عرفت سوق قطر منذ القدم بأنها أكثر البيئات الطبيعية الغنية بالأعشاب والنباتات ذات المواصفات العلاجية، ومع غياب الخدمات والرعاية الصحية وتفشي الأمراض المزمنة التي تفتك سنويا بنسبة كبيرة من السكان بالجزيرة، لجأ الكثير منهم إلى الطب الشعبي لتوفره الدائم وسعره المناسب. للجزيرة هذه مبدعيها في كل شيء، نظرا ل يعني بقاها فترة طويلة تعتمد على نفسها في حل مشاكلها، ومن ضمن المشاكل المشاكل الصحية. لذلك كان للطب الشعبي دور فاعل وبارز في حل كثير من المشاكل الصحية لأهل ومواطني سوق قطرة. الأخ طانوف الآن نحن في ضيافته نزوره كي نتعرف كيف اكتشف هذه الأمور ومن وين أخذ هذه المهنة. أنا لدي خبرة من الوالد. من الوالد الله. يعني حيث ما كان الطب موجود في الجزيرة نعتمد أكثر على الطب الشعبي. على الطب الشعبي كان والدي يدلنا على بعض النباتات من أجل سيمة والإسعافات الأولية. نعم. ومن هذا المجال في خبراء وصولوا من أنحاء العالم استفادوا مني واستفدت منهم. الحمد لله. يعني أنا لدي خبرة في تصنيف النباتات المحلية وجانب استفادة والجانب المفيد فيها.
ومن هذا المنطلق أنا كنت أبحث 7 سنوات في مجال النبات من أجل أوصل للحقيقة في جميع العلاجات توصل للنتيجة. ما كان عندي مهمة شهر، مهم عندي النجاح في العمل. وفي مراجع أخرى من ناس آخرين شيوخ بعدين السن. أيوه مراجع من زي ما تقول من القدماء عندنا أنا. أيوه وأنا أعتمد أكثر على القدماء. على القدماء شيوخ. نعم. نبات. ثم نزلت إلى بريطانيا في مجال هذا. نزلت بريطانيا. أيوه في مجال النباتات. ما شاء الله. وحصلت على شهادة الأول في النباتات في سقطرة. ما شاء الله. ما شاء الله. و طبعا انا لدي خبره متواضعه يعني خبره متواضعه، لكن اللي ما شجعني اكثر اللي هو الامكاني، لان في نباتات تستحق سوائل تستحق الات، وسوائل في بعض النباتات الان نادره في العالم ما استطيع المسها لانها تحتاج الى اجهزه معينه لشرط الماده. ايوه مثل عطورات، عطر ما يوجد في العالم موجود في سقطرة. ايش كيف اسمها؟ نبته. نبته يعني تقدر تعمل منها 24 ساعه ما يتحرك من جسمك. هذا لو في آلة تتحولها إلى عطر يعني كان إلى جانب ثاني في علاجات الإنجاب، هذا ناجح جدا عندي ما شاء الله. حق العقم، حق العقم التهابات في المنويات وضعف في المنويات والبروستات بالنسبة للرجل ما شاء الله. وصل عندي 1943 حالة، نجح 1820 حالة. إن أكثر الأمراض التي يقوم بعلاجها طانوف في مركزه هي العقم وأمراض الكلى إلى جانب الملاريا والتفوئيد. أنت ما شاء الله عندك أكثر من يعني مرض أنت قاعد تعالجه، شنو أكثر الأمراض انتشارا هنا في سقطرة وأنت تشرف على علاجها؟ أكثر انتشارا من ناحية العقم هذا أتاني من أنحاء العالم، من كل أنحاء العالم على مستوى حتى من روسيا وصل عندي لها. أيوة يعني سبحان الله، لأنه خاصة للحاج المستاقي المستاقي. العلاج اللي أكثر هو انتشارا هنا في الجزيرة هو علاج حاليا هذا قريب يقول له تيفود. تيفود ها؟ تيفود نعم. هذا تيفود وسبقها ملاريا، يسموها ملاريا. الملاريا حمراء الملاريا نعم. هذا الأكثر منتشر. فالوينة الأخيرة كان منتشر الكلى. كان الكلى نتيجة المياه. المياه نعم. الطب الشعبي في سقطرة متطور والحمد لله يعني وصل إلى مرحلة من إنه الناس يأتوا للعلاج من روسيا من مصر من شتى انحاء العالم. تفقد الامكانيات بعض الامكانيات المكان اللي هي الشغل نعم عشان تاخذ السوائل يعني بعض النباتات هنا موجوده تقول في عطور. انا ركزت على موضوع العطور بالضبط. يعني ممكن من النبته هذه يصير في بزنس حلو جدا. وكان في ناس يعني كان قدموا لهذا الجانب بس مش انا مش موثوق بهم، انهم قالوا على اساس ان نعمل لك نعطيك مبلغ تروينا احنا النبته هذا ونحن نشتغل. قلت له هذا لا، هذا إذا فيه تجي عبر الجهة الرسمية نعم. السلطة في البيئة وهذا، وبعدين تجي نعمل اتفاق. أنا لي نسبة لبس على الشرط الواحد أن يكون أنا المكتشف. يا سلام نعم. وليس أنتم. وأشوف هذا رفض من هذا. عندك زي كتيب حول الأعشاب برضه هذه. أنا مؤلف كتاب مؤلف في الكتاب أنا ودكتورة اسمه ميراندا موريس. مؤلف كتاب عن اللغة السقطرية. أيوة. وملخص فيها مش هذا. ها مش هذا. هو يطبع. هذا واحد ثاني. أيوة وملخص فيها نعم. ملخص لا هذا حق ثاني. هذا ثاني. ملخص فيها حول النباتات. نعم. هذا الكتاب سيصدر الآن في شهر. شهر. نعم. بنسألك على موضوع الدم الأخوين، شجرة الدم الأخوين. هو 4 أصناف. ايوه اللي تعرف عنه هو شجره يعني فصوص حق النزيف. ايوه هذا النزيف. نزيف ايش؟ نزيف في الدم، اي دم سواء كان للحمل او للجهاز او للنزيف في المعده احيانا. ايوه هذا تشربه يعني يفحصه لما يتغير لون اللبن يرجع مثل الدم يشربه. أيوة. لكن لا يدوبها في النار لانه يرجع لاصق. أوه. هذا لو تعمل عليه وهذا الواحد يختبر بنفسه. أيوة. يعني تعمل عليها نوع من عطر على وصل هذا نوع من عطر يديب مثل الدم يصير. أيوة. او تطرحها في النار يديب، لكن لو تخليها شوي يمسك مثل التمر يعني خطير على هذا الا اللون حقه بس. والدم الاخوان الثاني اللي هو عائله يخرج منه مساوك دم الاخوان هذا. أيوة. هذا مساويك. ايوه عروق. النوع الثاني اللي هو تجميلي مثل هذا النوع يعني حق البشره حق النساء. أيوة. النساء لو في كلف بقع اسود يزيلها بدون مي، اذا عملت مع المي يخرب. قلب واحد نبض واحد، قلب واحد نبض واحد. احبابنا الكرام مثل ما شفتوا خلصنا من دكتورنا وحبيبنا طانوف مع علاجه الشعبي وعطانا هديه جزاه الله خير، والان حياكم الله معانا لمفاجاتنا الباقيه ان شاء الله. حياكم. طبعا ممكن اسالك سؤالين؟ ايش اسم امك؟ هذا الان هذا سؤال. لا
ممكن أسألك سؤال هذا السؤال؟ لا لا صار ثلاثة. يسمح لي واحد من الأخوان لكن عرض عليك أن تغني في The Voice. لا مو برنامج The Voice، في برنامج معين ورفضت لله الحمد. رفضت أبو ناصر. تمام رفضت أبو ناصر. ما شاء الله صوتك جميل ونستمتع بصوتك أيام زد رصيدك و... بعض ما عندك. وفي برنامجنا هذا قلب واحد، لكن ما شفنا لك عمل إنشادي، ما السبب؟ عمل إنشادي في أي مناسبة؟ عمل إنشادي إنه يكون شريط والله الألبوم إن شاء الله قريبا. إيش ناقصه يعني؟ بس باقي إنه ينزل بس. خلاص إيه. اوكي ايش اوكي خلاص سؤال واحد سؤال واحد اوكي ان شاء الله ينزل قريب باذن الله. الهوايات بشكل مفصل. ايش الهوايات بشكل مفصل؟ هواياتك شنو هواياتك يعني غير النشيد يعني؟ اي والله كرة القدم فقط بس. اي وطلع الجبال يعني اليوم بعض احيان. ماذا تعني لك هذه الكلمات الشقردية؟ خلاص اموت فيهم حبيبي. سقطرة حبايب قلبي والله كله. الزوج الثانية يصير بيننا اتصال. يقطع يقطع خلاص. سؤالي في جلسة من الجلسات المسائية قلبت 180 درجة وبكيت وقعدت مهموم لين اليوم الثاني، ليش؟ تذكرت الوالد وذكرت التفاصيل. شهدة يوسف. ايه طيب تذكرت التفاصيل والقصص اللي عشتها معاه لاني كنت مرافق الوالد الايام الاخيره لانه كان في العنايه ويخرج يدخل العنايه ويخرج فتذكرت التفاصيل يعني. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ان شاء الله. عملك؟ عملي مقدم في قناه المجد حاليا. الله يعطيك العافيه. انا ما عندي سؤال ابو خلي. انا خلاص ما عندك لا لا لا, لا, لا ما عندك سؤال؟ لا لا في كلمه كلمه بس. انا مؤمن ان الحياه اصغر واحد في فريقنا. كنت مؤمن ان الحياه ما تعطينا هدايا لكن لما عرفتك عرفت انك اجمل هدايا. تاج راسي ما عندي سؤال. الله يبيض وجهك. تفضل. منشدك المفضل اللي تحب تسمع له؟ منشدي المفضل طبعا ما في واحد مفضل لكن كل واحد انا اتعلم منه لكن حق المزاج فيه كثيرين صراحه. واحد واحد والله دائما تسمع يعني معتصم بلال العسلي هذا احد الناس اللي انطرب له واستفيد منه. شو اسم بنتك؟ ساره قلبي. الله يحفظها ان شاء الله. صغير. الشخص اللي ضاف لك الكثير في حياتك؟ اضاف لي الكثير في حياتي من اي ناحيه؟ من ناحيه حياتيه. والله اول شيء الفضل يرجع بعد الله للدكتور مرسال المحمادي هو المربي وهو شيخي نوجه له التحيه. ابو عبد الله الدكتور مرسال المحمادي الله يحفظه مسي عليه بالخير طبعا. كيف قسى قلبك اليوم واحنا نازلين الجبل ونسيت اللي هو يعني اكبر سنا منك وتركته ضايع اقرب جغرافيا في الجبل وانت نزلت انت والقائد تبعنا هاي اللي قلناه احنا كل هالايام ولا تدرون فينا يعني وصل بالسلامه ما تحصل له شيء لولا هالولد الطيب صباح ربيع الكواري اللي يستاهل تحيه يا شباب تحيه. اي والله سالفه يا اخي سؤال يا اخي كيف قسى قلبه علي زين خلاص بس خلاك والله شوف بالنسبه للارض في الشارع يقول لا لا ايش دعوه هي غير هذه السؤال يقول يا شيخ السؤال يقول طيب اسمع الجواب اسمع ايش يقول ايش السؤال يا شيخ كيف نزلت وتركتنا فوق حلو والله شوف سبحان الله الحلاق لما تجي عند الورشه بعض الغنم يمشوا مع الطيور غير ان البحر يطلع منه وش النفط الجواب السفينه الجواب الارض hotmail.com saturday@hotmail.com والله طبعا هو تركني وانا اتدحرج اليوم بين الحجار ورجولي لفت طبعا يا اخي كمل جوابك باليمني لو سمحت باليمني لو سمحت على حسب الطلب تبغى يمني عناد في بالقطري لا كذا انا حنفت نفسيا انا نفسيا اللسان حينعوج اعتقد ان الجواب تم والله تركناه لانه هو قال انا لازم امشي واشيل الزيت وانزل طبعا هو كان في المقدمه فجاه يا شباب صوت بعيد يا شباب وفي صدى وفي صدى يا ابو سعدون ابو سعدون سعدون شيخ خلاص تو انتوا لا 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 باقي شيء باقي شيء اني انزل بس سلم عليك ابراهيم نبغي نسمع احنا الطيبين يمكن اخر جلسه يمكن الدنيا يعني العمار يصرح على النهايه مع الحين بالله عليك شوي احنا موافقين نبي نسمع احنا الطيبين
احنا الفايزين نحب الناس. اوه مرة ثانية. احنا الطيبين احنا الفايزين نحب الناس وللخير سعيد. الله الله. احنا الاخلاق. الله يا سلام. احنا الافاق نحب الناس وللخير سعيد. ايوه بسنا وين نحب بابا وماما. في الحلقة القادمة أوصيكم إخواني بتقوى الله ثم أهل هالجزيرة هذه. كملوا الطريق من بعدنا. روح شهيد في سبيل الله. يا الله يا كريم. يا الله يا كريم. يا رجل. قلب واحد نبض واحد. قلب واحد نبض واحد. يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة. يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة. بادروا للخير وارسموا البسمة. بادروا للخير وارسموا البسمة. أمل واحد ألم واحد أمل واحد. هذه أول خطوة كونوا انتوا القدوة. هذه أول خطوة كونوا انتوا القدوة. في سبيل الخير بالكرم والنخوة. في سبيل الخير بالكرم والنخوة. عمل واحد هدف واحد. الله. عمل واحد